بازي سور لو كوري اكسبريس بيكون لوطو دو ديليفريزون راح يكون قصير من عام 1996 على الساحه الوطنيه. هذا هو المنطقة تاع الجميع، نعمل من اجل يعني ازاله كل ما يتعلق بالاوراق والذهاب الى رقمنه كل ادارات كل وسائل. في ورقه طريق وزاره الرقمنه والاحصائيات في محورها المتعلق بالنظام المائي، نعتبر ان المؤسسات الناشئه والمؤسسات المصغره وكذا كل الفاعلين هم الذراع العملياتي الذي يجب ان نعتمد عليه للاسراع في التحول الرقمي، الذي كما تعلمون الرقمنه لم تعد خيار بل هي اصبحت واجب علينا.